7/6 يعني تقريبا بقى لي حوالي 3 ايام. بصراحه حاسس ان في مجهود كبير جدا بيحصل، حاسس ان في نظافه عاليه جدا جدا، حاسس ان في اهتمام، موضوع السانيتايزر موجود في كل مكان، قياس درجه الحراره موجود في كل، حتى مطعم واحنا داخلين اثناء كل وجبه، واحنا داخلين الفندق كان في تعقيم للاوض، تعقيم للشنط، تعقيم للاحذيه، كل الخطوات كانت بصراحه حاجه شجعتنا ان احنا حتى نكمل مده اطول عن اللي احنا كنا عايزين نعمله. البسين برضو زي الفل، البحر متنظف، كل حاجه بصراحه جميله جدا، فشجع يعني الناس ان هي تبتدي تاخد خطوات، بس برضو واحده واحده عشان ما يبقاش الاندفاع عالي قوي والاعداد كبيره يعني. شكرا. اتفضل. طبعا انا كنت اخدت اجازه من الشغل ورتبت مع اصحابي اللي هناجي، بس اتصلنا بالفندق وسالنا ان في اجراءات الامان، كحول طبعا والجوانتي والكمامه، بس لقينا كل ده طبعا متوافر، اسفت ده اعطانا اطمئنان من جوه بس، فلما جينا طمنا اكتر الصراحه لما لقينا كده، بس لقينا الصراحه كل حاجه نظيفه وفي تباعد في تباعد الافراد، بس ما حسيناش يعني باي حاجه. اصحابك بقى هيجوا كده وهنروح؟ في ناس اصحابي كتير سالوني فبيقولوا لي ايه الدنيا عندك، الدنيا تمام، الدنيا امان، في تباعد، مش خايف من حاجه؟ قلت لهم لا الدنيا تمام وامان، بس انا الصراحه يعني مش حاسس باي قلق، الدنيا تمام. زي المنشور 39 و40 واخر منشور نزل 46 بنطبقها كل دكتور، وعندنا كمان سابقه ان احنا بنعمل اونلاين تشيك ان، يعني حضرتك قبل ما تيجي ببعت لك لينك على الايميل بتاع حضرتك او على الواتس بتاعك، وممكن حضرتك تعمل تشيك ان وانت قبل تبقى موجود الفندق. عندنا حاجه كمان اسمها باركود، يعني حضرتك مش موجود، مش مطلوب خالص تقف على الريسبشن، تقعد بيجي لك تشتغل على الباركود، تعمل ريجستريشن كارد بيه، وهوريه لحضرتك حضرتك بص تحب تبص عليه، عارف ان هو يملا او الار سي بتاعته الريجستريشن كارد بتاعه على النت، فالجسم دلوقتي مش محتاج ان هو يجي يملا ار سي تاني، هو ار سي ملاه وبعتهولي على لينك، انا ما بروحوش تاني غير بالكي كارد او مفتاح الغرفه وبعض التعليمات اللي احنا بنقولها له قبل.